حد ما بيقابلش حد دلوقتي. ليه بس يا ابني؟ هو كده قولي يا فندم. انور افندي عدني موجود استهان اتفضل. يا ابني ما انا بقول يعني يا ستي انور افندي مش فاضي، كان الله في عونه. الله، هي دي الحاجات اللي تغذي. ايه ده؟ ايه حلو؟ كنت ماشيه في الشارع بالشكل ده؟ امال همشي ازاي؟ ولا حطيتيش حاجه على جتتك؟ طلعت سلالي من الوزاره بالشكل ده؟ ايوه. يا خبر السويد، والموظفين شافوكي بالشكل ده؟ ايوه. ليه؟ لا ولا حاجه. انور افندي، انا جايه لك في موضوع هيحدد مستقبلك. بتفكري في مستقبلك ولا فكرتيش في مستقبلي انا؟ ليه انا عملت حاجه غلط؟ ارجوك يا استهاني مروحه على بيتكم اعملي معروف. ما هو مش ممكن حمشي الا لما تسمعني. طب اتفضلي قولي وخلصينا. اسمع يا انور افندي. نعم. تعمل ايه لو عرفت ان طعم خطيبتك نامت في بيت راجل غريب؟ ارجوكي مفيش داعي للحاجات اللي تمس الشرف. ولو عرفت انها نامت في سرير الراجل ده؟ اقطم رقبتها. ولو قالوا لك انها راحت مع الهرم؟ ادفنها جنب ابو الهول. للدرجه دي بتغير عليها؟ مش خطيبتي. مع انك ما بتحبهاش. ما دام هتبقى مراتي لازم اغير عليها. ما وحشتها دي؟ دي مساله كرامه. قلت لي كام موظف؟ 23 موظف يا فندم، ما بين الدرجه السابعه والثامنه والتاسعه، منهم اللي يستحق الترقية ومنهم اللي يستحق الرفد. طيب اعمل لي مذكرة بالموظفين اللي عايزين الترقية والموظفين اللي عايزين الرفد. في الحقيقة كلهم يا فندم ما فيهمش حد كفء غير انور افندي. ومين انور افندي ده؟ ده اكفأ موظف عندي يا فندم، يجي اول الموظفين ويمشي اخرهم، واحيانا بيجي ايام الجمعة علشان يشتغل. يا سلام يا سلام، ادب اخلاق استقامة امانة، شال المصلحة على اكتافه يا فندم. اكثر الله من امثاله. طب اسمع، اعمل لي مذكرة علشان الاقيه. موجودة يا فندم المذكرة. طيب افرض انك خطبتني. انا؟ بقول لك افرض يا اخي، هتغير عليا؟ سيبيني في حالي اعملي معروف. افرض افرض. يا ست هانم الراجل العاقل يخاف يقرب منك. يا انور افندي، انت اللي يتجوزك لازم يكلبشك بحديد في ايده عشان ما يتعذبش. انت اللي يتجوزك هيبقى ليله نهار ونهاره ليل، هيفكر فيكي وهو ماشي وهو قاعد وهو صاحي وهو نايم. انت لعنه، لكن اجمل واطعم لعنه خلقها ربنا. مين ده؟ ده انور افندي. ومين دي؟ دي واحده ست غلبانه بتجري ورا معاش جوزها. وطابع الدمغه يا انور افندي. معلش يا عم المفتش، ده اكفأ موصف عندك يا حضره المشكاتب. اتفضل. معلش اتفضل. وكمان كلب نجست الوزاره. استأذن بقى يا انور افندي. ليه ما بدري؟ لا معلش. طيب طيب. الله، ايه ده؟ اوعى ملوش. انت يا فكره هانم، انت يا استهانم، انت اللي تكفافي. انت يا مجنون، انت اللي حكروني، انت يا ست. ايه ده؟ الزبده دي ايه في ايه؟ فين اترفدت يا استهانم؟ انا هعمل لك ايه؟ خلاص خربتيها وقعدت على تلاها؟ اوه ما كانش قصدي. ده انا هخرب بيتكم زي ما خربتوا بيتي. ايه الدوشه دي؟ في ايه؟ في ان بنتك خربت بيتي وديتني في داهيه يا باشا. وبتزعق كده ليه؟ انت جننت؟ ولا عاد في عقل؟ لا انت زودتها اوي. انا زودتها بلا نيلتها. فرحان او بسلامتك اللي مخلف لي بنت عماله تشلت يمين وتشلت شمال، لا همها حد ولا سأله في المصايب اللي عماله تسببها في الناس. فاهمه انا الدنيا دي بتاعتها وبتاعت ابوها، لكن انا لا يهمني لا فلوسك ولا فلوس ابوك. طز فيك وطز في ابوك. اهرس يا كلب.
دي أول مرة في حياتي بسمع فيها الكلام الجميل ده. عجيبة. خلاص انت كمان. أنا حربيك يا قليل الأدب. يا محمد يا عثمان ارموا الزبالة دي برا. يلا صلوا على برا. وحيد تعالى هنا. أقول لك وحيد. وحيد. ايش يا باشا عايز كده ارموه بره بدل ما يجيب لنا مصيبة. تعال 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 يا بنتي. الإصابة دي مش طبيعية. لازم نبلغ نيابة. نيابة؟ ليه يا دكتور؟ ده شروع في قتل. مين اللي عمل فيك كده؟ ما اعرفش. ازاي ما تعرفش مين اللي ضربك؟ الدنيا كانت ضلمه. احنا لقيناه مرمي في الشارع، عطفنا عليه ودخلناه السرايا. الظاهر انه جماعه من الرعاه هم اللي ضربوه. على العموم مش لازم يتحرك من السرير لمدة 15 يوم. مش ممكن يروح بعد يوم ولا اتنين؟ اي حركة فيها خطورة على حياته. ليبر دي كل 6 ساعات. والاكل يا دكتور؟ ياكل كل حاجة. عن اذنكم. متشكرين يا دكتور. انا متشكرة قوي يا انور افندي. كنت اقدر اخلي سعادة الباشا يمسك جردر ويمسح بلاط السجن، لكن معلش كل من كان بيعمل باصله. ايه ده انتوا طبخين بصارة؟ دي عشان ما استهان. امال فين الغدا بتاع انور افندي؟ لسه على النار يا استهان. لسه ازاي؟ لسه ليه؟ لسه ده لازم ياكل بميعاد. خلي الفرخة تستوي أكتر. حاضر يا استان. ما تنسوش السلطة. حاضر يا استان. تعالي. إيه اللي جرالها؟ دي أول مرة في حياتها تخش المطبخ. كنتش لقيامة قامت. أي بالشفا. أرجوك يا مدموزيل ما تنسيش تيجي كل 6 ساعات عشان تدير الحقن. حاضر. مشتي قوي. ها إزايك دلوقتي يا أنور أفندي؟ عيان قلبي بيدق حتى شوفي. أو النبي ده بيدق. مش بقولك معلش شد حيلك. بيدق ايه اللي انت جايباه ده؟ الغدا بتاع انور افندي. انت نسيتي نفسك يا فكريه؟ ليه؟ عجيبه انت فكريه بنت الزعفراني باشا سلاله المجد والشرف تخدمي صحلوك. ما تنساش يا بابا انه كان يقدر يبلغ النيابه ضد حضرتك. انا ما يهمنيش، انا ليه اتصالات ليه نفوذ. وعشان هو ملوش حد نسيبه يموت؟ مع احترامي الرأي حضرتك يا بابا، الكلام اللي بتقوله ده
ما فيهوش اي انسانيه ابدا. عن اذنك. سلام، الواحد صحته ردت في البيت ده. لسه تعبان يا انور افندي؟ شويه. الله. الغدا. لا لا لا، ما تتعبش نفسك خالص. ايه ده؟ بايدك بايدك النبي عربي. لا متشكره، كل انت. طب كل دي عشان يبقى عيش وسدي. هلو با. اهلا فكري. ها ازاي انور افندي دلوقتي؟ اهو ملقح زي القرد في اوضته. حرام عليك يا بابي، ده طيب خالص. على كل حال لازم ينكشح من هنا بسرعه، لأن فرحك يوم الخميس. وليه بدري كده؟ إيه؟ احنا هنرجع في كلامنا تاني. ده العريش بعد بطاقات الدعوة. روحي خديها من على المكتب عشان تفرقيها على أصحابك. إن شاء الله. بس شوف. لا استني، ملهاش لزوم الحاجات دي. دول يحبسوني لو ألبسها. مش عاجبك ذوقي؟ طول عمره كويس الا في حاجه واحده. على فكره دقنك طويله قوي. نحلة. تعالى. قعد. هتعملي ايه؟ هحلقها لك. انتي هاها وانا صغيره يا استاذ. بس خدي بالك السلاح يطول. هيحصل. ايوه يا ميني بيه، هي فرحانه بس دي هتطير من الفرح، ومنتظره بكره بفارغ الصبر. اثبت امال. اعملي معروف لحسن بغير. بص شوف الناحية دي بقت حلوة ازاي. استنى بقى عشان الناحية التانية تحلو. زبيدة زبيدة. افندم. الممرضة جت؟ لا يا فندم. طب سخني الحقنة بسرعة. حاضر. الله، انت ايه اللي صحاكي دلوقتي؟ لازم ادي الحقنة لانور افندي يا بابا. حقنة؟ وانت مالك ومال الحاجات دي؟ دي مسؤولية يا بابا. شوف البيت بيه مسؤولية يا بابا. نام. لا بلاش بلاش والنبي، خفت خلاص. ما تعملش زي العيال الصغيرين، مش هتحس بيها خالص، زي شكة التبوس. نام بقى. ها حسيت بحاجة؟ لا. طب تصبح على خير. استني، رايحة فين؟ هنام. أصل أنا مش جيلي نوم. طب عايز إيه؟ ما عندكيش مزيكا؟ أصل أنا معرفش أنام إلا إذا سمعت مزيكا. ولا أقول لك احكي لي حدوتة. حاضر يا سيدي. صلي على النبي. اللهم صلي عليك يا نبي. كان يا مكان يا سادة يا كرام، كان في أميرة شقية ودلوعة، ركبت حصانها في يوم وخرجت تتفسح، وهي ماشية حدوة الحصان فرقعت. إزاي؟ في حدوة حصان بتفرقع؟ حكوها لنا كده. وبعدين؟ ولما الحصان عطل والدنيا كانت ضلمة عليها، اضطرت تخش البيت اللي قدامها. البيت ده بقى يا سيدي كان بيت مين؟ الشاطر حسن. والشاطر حسن ده كان موظف غلبان في وزارة الأوقاف. بالعكس، أهو الموظف الغلبان ده هو اللي فوقها لنفسها وخلاها تعرف الدنيا على حقيقتها. إزاي؟ لما سببت له مصايب في حياته وعرضته للموت، ما خلصوش يوديها في داهية، لا هي ولا أبوها. يا ست المسامح كريم، ما أنت برضو واقفة جنبي في حالة الشدة وبتداويني بنفسك. روح يا شيخة، ربنا يسترك ويبعد عنك ولد الحرام. قصدك مين؟ شوية الخنافس اللي شفتهم ملمومين حواليكي. لا ما خلاص، أنا فقت لنفسي. أنا دلوقتي ما يعجبنيش الحال المايل. أنا ما بقاش يملى عيني إلا شخص واحد معتز بنفسه وبكرامته. والشخص ده موجود هنا؟ يعني أنت واثقة من كده؟
والشخص ده شايفاه قدامك؟ بالطبع لا. دلوقتي بس صدقتك، خدعوني قلبي وعنيا، واللي انكتب جوه في قلبك اتريه لغيري مش ليا، اتريه لغيري مش ليا. سألت مني ولا ايه؟ ابدا، وحزعل منك ليه؟ انت انسانة عايشة في قصر عالي، معقول تسيبيه وتنزلي تعيشي مع موظف غلبان في بيته البسيط وتزغطي البط؟ انا مستعدة اروح معاك لاخر الدنيا. انا لازم بحلم. بالعكس، دي الحقيقة يا انور افندي. انا عمري ما ارتحت الانسان زي ما ارتحت لك. بابا. سعادة الباشا. يا سماء ارعدي ويا ارض شخي وابلعيني. طبنجة، فين الطبنجة؟ انا لازم افرتك نخاعك واطهر المجتمع من امثالك يا فقاعة. عندك يا باشا، انت جرثومة يجب القضاء عليها قبل ان تقضي على الاخلاق وتحولها الى صندوق من القمامة. الا مسألة يا باشا. المسألة انك استهنت بشرف الزعفراني. الزعفراني باشا اللي اواك في بيته يا جربوع الجرابيع. ولكن لا، عقابك حيكون عبرة لمن اعتبر. انا حرميك في غياب السجون واحرمك من نور الحياة. ما انتش حتشوف بنتي الى الابد. بنتي السذجة البريئة اللي حاولت انك تاكل عقلها بمعسول الكلام وتحطم شرفها على صخرة مطامع كندنيئة. نسيت ان شرف البنت زي عود الكبريت ما يولعش الا مرة واحدة. برا، اقفلوا الابواب بالطبع والمفتاح. تعالي هنا، انا اللي ضحيت من اجل سعادتك بكل شيء تعملي فيها كده؟ انا هعيشك في هذا القصر الذليل لحد ما سلمك بايدي للراجل اللي انا اخترته لي. هكون معاك اقصى من برد الشتاء، ولو ادى الامر اني اضربك بالفلع والكرباج. يلا خش على جوه. كرباج كرباج. الكلام اللي قاله. طب وهتعملي ايه؟ انا مش ممكن اتجوز ميمي. والعمل كرباج يا فندم. انا لازم اقطع حتت اخليه فتافين، اعمل من لحمه كفته. مفيش غير اننا نهرب سوا. وقصرك هسكن في قلبك، واهلك. انت اهلي وابوك. انت حبيبي. وهتطول الفستان شويه. هيحصل. هتزغط البط وهخرط لك الملوخيه. بس انا بحب البتنجان. هتبقى عشتنا كلها بتنجان في بتنجان. تصبح على خير. وانت من اهله. انت لسه صاحيه يا بنتي؟ ايوه.